صباح الخير منير عجم. فيديو اليوم عن حنحكي شوي عن بعض المشاريع وأهمية إدارة المشاريع بزيادة نسبة النجاح. عم نحكي كمشاريع استثمارية. هلأ صارنا فترة ما سجلنا بالعربي، سو اليوم نرجع للعربي شوي. حأحكي عن كم مشروع، حأتكلم عن كم مشروع، بس بدي أجرب ما أذكر أسماء إذا فيني، إذا ما تزبط معنا بالغلط. بالطبع والشي بدي أقوله اليوم أنا مش بناء على معلومات من الكلاينت ولا من معلومات من شركات عم نشتغل معها. معلوماتنا اليوم بدي أحكي هي كمراقب على المشاريع اللي عم نقرأ عنها بالمجلات وبالجرائد. سو مش ما في انسايد انفورميشن، ما عم نحكي اسرار، عم نحكي بناء على وات از ببلشد. ما بعرف كم مشروع حجرب، هلا في مشروعين براسي، هلا يمكن بس نبلش نحكي بتجي الاريحه ونحكي اكثر. اول شيء لفت نظري من فتره، في مشروع عم بيتنفذ بدوله من هالدول بمدينه من هالمدن. مشروع له وجهة سياحية أكثر منه استثمارية، لأنه مش مشروع استثماري، هو مشروع ككونسبت كتير حلو. المهم المشروع كان لازم يخلص، ما علي التفاصيل كلها، بس كان لازم يخلص على الأقل من شي سنة. لمن شهرين ثلاثة عم نقرأ بالجرائد إنه المشروع متأخر، وإسا يعني حتى بالمقال مش قادرين يحددوا كم شهر ولا كم سنة متأخر ولا امتين حيخلص. يعني هذا هون بالطبع يمكن يكون الموضوع ان الصحفي اللي عم يكتب المقال صحافي سيئة من بدرجة انه مش اخذين هالمعلومات، ولا مش حتى حشريين يعرفوا انه اوكي هالمشروع متأخر، ليه متأخر وامتين حيخلص مثلا. ما كان مكتوب شيء بالمقال، او بالطبع اما يمكن يكون من لان يمكن يكون من الصحافه مش السيئه، يمكن كلمه قويه شوي اللي هي مش حشريه كفايه، ولا ممكن ما بتسال سؤال محرج، ما بعرف تسال ولا يسال، يمكن يكون رجال ولا مره، نسيت مين كاتب المقال. وبنفس الوقت اما ممكن يكون انه الشركه اللي عم تدير المشروع ما عندها معلومات جيده، يعني بالنهايه عم بنفذوا هالمشروع مش عم بيديروه، يعني عم بنفذ بس يخلص بيخلص. وللاسف اليوم كتير مشاريع من مشاريع بدول العربيه وبغير دول، حتى باوروبا بامريكا، اذا مش عم تتنفذ بطريقه جيده بتلاقي عم يصير في تركيز على التنفيذ مش على الاداره. معناتها وي جو وذ ذا فلو مثل ما بيقولوا. هلا الانترستينج الاسباب المحطوطه بالارتيكل انه ليش هالمشروع تاخر، انه تاخر لانه في شغلات العلاقه تقنيه وماتيريال. طب انه عفوا يعني مشروع مثل هذا مفترض يكون يمكن مش اكثر من سنه متاخر، على الاقل سنه. طب هالشغلات التقنيه ولا الكونفيجريشن ولا ما بعرف شو هي، يعني هذه ما كانت متوقعه قبل، ولا ما كانت من ضمن الخطه، ما انه مثلا صار في مشاكل ماليه توقف تمويل المشروع، اما صار في شيء شغله قانونيه ولا حرب ولا اشكال توقف المشروع ولا اخر المشروع، شغلات من ضمن المشروع تقنيه اخرت المشروع تقريبا دبل اما اكثر من تنفيذه. طب وين الخلل هون؟ هلا بطبع هيك مقالات للاسف بنشوفها كثير بنقراها بتركز اكثر على الموضوع البروجكت كبروجكت وتاريخ، ما بيركزوا على موضوع الميزانيه ولا البادجت ولا هالامور من هالنوع. طب هذا مشروع هون، مشروع بس تأخته من ديسكشن على المشروع هو شوي فيزبل، لأن مثل أنه مشروع له وجهة سياحية بمنطقة اليوم بوبولر، يعني معناتها في حركة عليها والمشروع عم بلفت النظر. شو عم بصير ما شو عم بصير، على أكيد معظم الناس ما بتفرق معها. أنا مش عم بركز هون من موضوع أنه كان موضوع السياحة، عم بركز موضوع الإدارة. اما الفشل الاداره، فشل اداره المشروع كاداره، يعني ما مش قادر استوعب انا كيف مشروع ممكن يكون بده سنه تيتنفذ، تنقول سنه ما بعرف قديش، بس تنقول سنه وعم بياخذ سنتين وسنتين ونص احيان. ليه
ومشروع مش هالمعقد. سو هذا بيرفع تساؤلات انه هل فعلا اداره هالمشروع بتنفذ باداره جيده، اما هل في خطه واضحه، هل في فريق عمل مختص عنده خبره باداره المشاريع عم بدير هيك مشاريع، ولا مثل ما قلنا مثل ما بيقول في المثل يعني ضرب ممكن تجي بعينه، ما بعرف صراحه شو بيقولوا، يعني انه يلا بس نحن على الحظ نمشي مثل ما بيقولوا. للاسف هلا خلينا ننتقل لمشروع ثاني اللي هو استثماري، مشروع ضخم. حسب هذا قريت عنه اليوم، حسب ما قرينا مشروع مليار دولار، مليار مش مليون، مليار. على المليار الارتيكل واضح المشروع بلش من شي 4 سنين، كان مفترض يخلص بأواخر 2015. حسب المعلومات اللي نشرت اليوم انه المشروع اليوم يعني تقريبا اوريدي السنة وثلاث شهور، سنة واربعة شهور اما اكتر بعد الاوريجينال كومبليشن ديت، وصل لبرسنتج عالي، بس اسا ما وصل ل90%. خلينا نقول خلينا نقول 85%. هلا يمكن إن اذا حدا متابعني على الفيسبوك يمكن يعرف اي هو المشروع اذا قري عنه، وش از فاين لانه موضوع بالجرايد يعني مش انه موضوع سر. بس اليوم نشر انه المشروع اليوم هذا المشروع المليار دولار 85%. هلا يعني الا اذا ما انتبهت له ولا ما قريتها مش حاطين تاريخ انتهائه. هلا انا حسب خبرتنا باداره المشاريع الانشائيه، مشروع من هالنوع اذا اليوم 85% معناتها اسا على الاقل في 8 شهور اذا مش اكتر، بما معناه هالمشروع على الاقل سنتين متاخر. هلا خلينا نحسب نحن كلفه المشروع، يمكن كمواد وماتيريال وليبر اكيد يمكن كله هلا يمكن اغلى من وقت ما وضعت الخطه، لانه هالتاخير هذا بالطبع عم بيصير في انفليشن، عم بيصير في معاشات زياده، عم بيصير في غلاء بالمواد على الاقل 2-3-4-5% بالسنه. معناتها ممكن كتير الا اذا كان في اوفر استيميت اليوم هالاوتيل ككلفه عم بكلف اكثر. ثانيا بالطبع اداره المشروع، انه عندنا فريق اداره، اذا مفترض في فريق اداره لازم يكون في فريق اداره متكون من عدد من الاشخاص. هالفريق اليوم الاداري اللي عم يدير هالمشروع تمدد له سنتين، مثل مجلس النيابي بلبنان بضل نمدد، تمدد له سنتين على الاقل لاداره هالمشروع. طيب نحسب حساب اذا هالفريق الاداره شو كلفته، كل كلفه شخص عليه وكم شخص عليه هالفريق، وامدده لسنتين. هلا واضح بالمقال مش مذكور بس واضح انه المشروع اكيد هذا اكيد بين 10-20% اذا مش اكثر اوفر بادجت. هلا هالرقم اللي جايبه انا استنتاج لما بيكون مشروع بهالضخامة متأخر سنة سنتين، يعني على الأقل 10% في أوفر بادجت مثل ما قلنا، لزيادة مواد، لزيادة كلفة المواد، خلينا نقول ما في كلفة ليبر زيادة. أما إذا فيكس برايس كونتراكت يمكن ما في كلفة على المالك، يمكن أكتر على الكونتراكتر. بغض النظر في فريق إدارة، في تأخير، هذا من جهة. من جهة تانية تأخير مشروع من هالنوع سنتين معناتها الكاش فلو والبروجكشن تبع الريتيرن انفستمنت تبع هالمشروع، عندنا سنتين اليوم هالمؤسسه هي خسرت من الريفينيو جينيريشن، يعني عندها شيء اسمه مسميه اوبورتونيتي كوست اما اوبورتونيتي لوس، يعني ارباح سنتين اليوم بتتمجد. هلا بالطبع اكيد مثل هذا المشروع اذا الفيزيبيليتي ستدي معموله وحاسب حسابات من هالنوع كميجر ريسك على المشروع، اكيد يمكن ان هالمشروع يضل يجني ارباح، بس على الاكيد انه ارباحه حتكون اقل بكثير من ما كان وقت الفيزيبيليتي ستدي، الا اذا في شيء خلل ما بنعرف شو هو. يعني بنتمنى لو بنقدر ندرس هيك مشاريع لو بنقدر ناخذ معلومات. هلا حاختم هالفيديو، بكفي هالمشروعين يعني انا اعطيه الفكره، بس حاختم بالمشروع هالفكره هون. انا للاسف ما عندي فكره انه اذا هالمشاريع عم تندار باداره صحيحه كاداره مشاريع، وهالناس عم يدروها عندهم فعلا خبره على مستوى عالمي لمشاريع بهالضخامة بإدارة المشاريع. هلا إذا عندهم وفيها خلل يعني لازم we have to re-question it مثل ما بيقولوا، لأنه خلل كبير، مش إنه شوية تأخير هون ولا شوية تأخير هون،
وين الخلل؟ يعني يا في اكيد نحن بنقول دائما فشل المشاريع من هالنوع عاده لعدد اسباب ككاتيجوريز، يعني في 100 ريزن تعتبر مشاريع فاشله ولا ناجحه، بس هون نحن بنركز على الاقل انه في 4 كاتيجوريز لفشل المشاريع. يا اما الفيزيبيليتي كانت خبيصه، اذا في فيزيبيليتي ستدي معموله للمشروع، يا اما الخطه والتخطيط من والتخطيط هون بنقول نحن من توضيح نطاق المشروع للميزانية للكلفة للجدول الزمني للموارد البشرية لكل الأمور هيدي مش معمولة بطريقة جيدة. الكاتيجوري الثالثة أكيد خلال التنفيذ عم بيصير في خلل ما، بغض النظر من وين هالخلل، من المقاول، من الاستشاري، من البي ام سي كونسلتنت، البروجكت مانجمنت كونسلتنت، من المالك، ما بنعرف أكيد لأنه ما عندنا هالمعلومات الداخلية هالمشروع هذا، بس عادة حيكون في خلل بالتنفيذ. أما أمور خارجية ممكن خارج صدر أي شخص تاني. هلا حسب معلوماتنا هون ما في شيء هون أمور خارجية تنقول من نوع من ممكن يأثر على هيك المشاريع. الخلل عادة بواحد من الثلاثة الأول. هون السؤال، مشروع مليار دولار ولا 500 مليون ولا 100 مليون، إذا قادرين يكون عندنا إدارة بروجكت مانجمنت فعالة تقدر تستخدم best practices أما leading practices بالدومين، يعني بالمشروع الإنشاءات مثلا اليوم في عندنا نحن well documented best practices they could be used and it's been studied and proven that each one of those best practices okay ممكن يؤدي لتوفير 1 و2 و3 و4% على المشروع. هلا إذا طبقناهم تنطبقهم كلهم يمكن صعب، بس على الأقل طبقنا 3 4 5 best practices هون قادرين احنا على الاقل ما فينا نضمن النجاح، ما حدا في يضمن نجاح، بس هل كان في لو هالمشروع فعلا قدرنا نفذنا صار تنفيذه في فعلا فريق اداري على مستوى فعلا فهمان ادارة المشاريع، هل كان ممكن نتجنب هالتأخير اللي هو يعني تقريبا دبل، يعني تقريبا 100% تأخير، وبطبع ميزانية ما بنعرف قديش، إذا over budget 10 20 30% ممكن يكون ما بنعرف، غير opportunity loss، يعني لو نحن قدرنا، إذا ما قدرنا منعنا الفشل بس لا تنقول قدرنا خففنا تأخير من سنتين لسنة أما لسنة ونص قديش كان ممكن يفرق معنا. يعني أنا هيك مشاريع أنا مستعد أقدم خدمات مجانية لهالشركات، انه انا جماعه انا مستعد اجي اعمل لكم assessment evaluation is a troubled project ونشوف how can we recover it، ادفعوا لي based on what I save you، شو رايكم؟ مستعدين؟ الى اللقاء.